صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 65 لسنة 2023 بتعيين السفير في وزارة الخارجية، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الخليفة سفيرا في وزارة الخارجية.